من عصام النجم السابع. انا يعني هتاسف، بس في حاجه كانت الجماهير بتقولها قبل الماتش، كانت بتتهم كابتن عماد النحاس ان هو ممكن يفوت المباراه النهارده، رغم احنا طبعا عارفين ان حضرتك يعني راجل محترم وبتعمل شغلك، لكن تعليقك ايه على الكلام اللي كان بيتقال قبل الماتش؟ هقول لك ايه، لا تعليق يعني، كومنت لا تعليق. الناس اللي عايزه تتكلم تتكلم، يعني احنا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، مش هدافع عن نفسي بس، لكن عن اي مدرب اهلاوي اي مدرب زملكاوي. كل مهنه وليها شرف المهنه، فمش معنى ان انت اهلاوي تلعب قدام الزمالك بشكل وتلعب قدام الاهلي بشكل والعكس، طبعا مدرب زملكاوي تلعب قدام الاهلي بشكل قدام الزمالك بشكل، الكلام ده مش موجود. ولكن هي نوع من انواع شويه الخرافات، يعني الناس بتطلع الكذبه وتصدقها يعني، بس مش اكتر من هي كذبه، حد طلع كذبه كده هو صدق كده، لكن ولا بشكك في مدرب اهلاوي ولا حتى مدرب زملكاوي. شكرا.